يعني والله العظيم بحب، والله بحب، أرجو أن ما حدش يزعل مني وقل ده أنا بتفزلك عليه، لا والله أبدا. يعني الأخ المنبر له سمت، المنبر له سمت، ما ينفعش يعني قدر الله لي أن أكون مأموما وأنا أحب من آن إلى آخر أن أصلي مأموما لأتعلم من إخواني ولأستفيد ولأجدد إيماني بسماعي لإخواني من العلماء. فقدر الله أن أكون مع أخي الحبيب يعني الفاضل الدكتور محمد عبد السلام في طريقنا إلى سفر ما، وفي يوم جمعة ولا جمعة على المسافر، لكن قلت له تعالى نصلي كذا يعني نجدد الإيمان ونسمع إخواننا ونستفيد. فدخلت سبحان الله وإذ بي أتابع الخطيب وأنا جلست أمام المنبر، ويعني أطرقت وظللت يعني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتقي الإمام المنبر. وارتقى الإمام وإذ بي يقول السلام عليكم، فنظرت وعليكم السلام، أنظر ودققت النظر فرأيت منظرا بشعا جدا جدا. رأيت شابا من أولادنا يرتقي المنبر، عزكم الله، يلبس الثوب الأبيض الشفاف، يسموه الثوب الزبدة، ده الأبيض الشفاف جدا، ويلبس تحت الثوب يلبس سروالا صغيرا، السروال الصغير المعروف، ليس الشرطة الكبير ولا حتى السروال الطويل. أنا تعجبت، مشهد غريب. ثم نظرت فوجدته لا يلبس شيئا على رأسه، وأنا يعني لا أقول بأنها يعني من شروط صحة الخطبة، لكن فيه شيء يعني من المروءة. ثم وجدت حلق، معرفش الحلقة بتسموها حلقة كابوريا، حلقة كابوريا، معرفش كابوريا ده أبو، مش عارف، بيقول أبو جلامبو نيم على جنبه كلام عجيب كده، معرفش، معرفوش يعني حلقة كابوريا. فأنا نظرت سبحان الله في إذ بالأخ اللي جنبي، بقول له يا أخي هو الخطيب النهاردة ما جاش؟ قال لا، ما هو على المنبر. قلت له هو ده الخطيب؟ ده خطيب هذا الجامع، الجامع الضخم ده؟ قال لي آه ده الخطيب. قلت له ده اللي بخطب كل جمعة؟ قال لي آه كل جمعة. يا الله، ينفع كده؟ وبعدين أول كلمة الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. ليه كده يا أخي؟ الحمد لله ليه؟ وما فين حرف الجر ده؟ الحمد لله يعني الأمور القواعد الأساسية اللغة على الأقل، الأصول الكبيرة. أنا ممكن أخطأ، وارد جدا أزل في اللغة، بس ما يعني لا أنصب الفاعل، لا أنصب الفاعل ولا أرفع المفعول. فلا بد من أن يعي إخواننا هذه الأصول. وأنا أقول اللغة هي وعاء العلم، اللغة وعاء العلم، فمن لم يملك هذا الوعاء فلا علم عنده ولا علم معه. لا داعي لهذه اللهجة العامية الشديدة في عميتها. لا حرج أن أستخدم بعض الألفاظ وبعض الكلمات لألطف بها الموقف، لأفسر بها كلمة من كلمات اللغة التي لا يستوعبها الناس لبعدنا عن مشكات النبوة الساطع، لا حرج، إنما تبقى الحلقة من الألف إلى الياء بهذه العمية الشديدة في عميتها، أو الخطبة بالعمية الشديدة في عميتها، كأنني جالس على مصطبة بلغتنا في بلادنا. لا 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 لا، مش انت لسه بتقول دلوقتي يا مولانا يجب على الداعي الصادق الأمين أن يخاطب الناس من حيث انتهى إليه فهم الناس لا من حيث انتهى إليه؟ هذه تختلف عن تلك تماما. لابد أن نرتقي بمستوى أحبابنا ومستوى آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. وبعدين اللغة، اللغة كلها جمال، وبعض الناس يتصور أن اللغة العربية لا يفهمها الناس. هذا اتهام باطل، هذا اتهام باطل لأمتنا. وإن أردت الدليل على بطلانه فاسأل أي أب من أبائنا وأي أم من أمهاتنا وهي تسمع القرآن الكريم، والقرآن بلسان عربي مبين. اسأل الوالد واسأل والدة، ليس بالضرورة أن يفهم الأب أو أن تفهم الأم كل لفظة من ألفاظ الآيات التي تليت عليه، ليس بالضرورة، لكنها تفهم المعنى العام. نعم، تستوعب من المعنى العام ما يجدد إيمانها وما يقربها من ربها جل وعلا. فلا ينبغي أبدا أن نتنازل عن اللغة العربية بدعوى أن الناس لا يفهمون. لا يا أخي، الناس يفهمون بفضل الله جل وعلا، وأمتنا تفهم اللغة بل وتتذوق اللغة بفضل الله جل وعلا. وأنا أقول من من آبائنا ومن من أمهاتنا لا يفهم لغتي، وأنا لا أتكلم إلا بالعربية وأصر عليها بفضل الله تبارك وتعالى. من من آبائنا وأمهاتنا في البيوت الآن لا يفهم ما أقول؟ لا أحد، والله العظيم لا أحد.
لأنني أختار لغة عربية سهلة سلسة جميلة، ليس بالضرورة لأتكلم العربية أن أتقعر وأن أبحث عن غوامض اللغة ودقائقها وخوافيها، ليس بالضرورة، هذه فزلكة لا تحتاج إليها الأمة الآن، وقد تكون يعني قد يكون مناطها بين علماء اللغة المتخصصين من أهل البلاغة على العين والرأس، فأنا عاشق للغة. أما أن نعرض عن العربية بهذه اللهجة العامية الشديدة في عاميتها بدعوى أن الناس لا تفهم إلا هذا، فأنا لا أقبل هذا على الإطلاق، بل وأرجو من إخواننا وأحبابنا أن يراجعوا خطر ما أقول، لأن أعداءنا من أصول منهجهم وخطتهم للقضاء على القرآن الكريم أن ينشروا اللهجة العامية، لأن اللغة العربية لغة القرآن، فهم يريدون أن يقضوا على لغة القرآن، على لغة العرب. ثم أنا أقول، من من الناس لا يفهم نشرة الأخبار؟ من من أحبابنا من آبائنا وأمهاتنا لا يفهم نشرة الأخبار؟ المادة الوحيدة التي تقدم إلى الآن على شاشات الفضائيات باللغة العربية هي النشرة الإخبارية، وأنا أعجب، الناس جميعا يفهمون. فأنا أرى أن اتهام الناس بأنهم لا يفهمون العربية اتهام باطل، فآباؤنا وأمهاتنا بفضل الله جل وعلا على مستوى من الفهم والإدراك، لا يجوز لأحد البتة أن يقلل من شأنه أو من قدره. يعني خذوا هذه الطرفة أيضا، قدر الله عز وجل، هذا من باب اللطيفة، يعني أن أكون أيضا مأموما في جمعة من الجمعة، وسمعت خطيبا من إخواننا يتكلم باللهجة العامية الشديدة جدا، وإذ به يتحدث في موضوع في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، ألا هو موضوع الفتنة التي وقعت بين أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضحت بفضل الله جل وعلا الحق في هذه الفتنة، واستخرجت هذا الحق من بين ركام الباطل في الحلقات بفضل الله، أو في الحلقات بفضل الله تبارك وتعالى، أو في الكتاب المطبوع الآن، أسأل الله أن ينفع به الأمة. الشاهد يتكلم في هذا الموضوع، سامحوني بقى على الكلمات اللي قالها وحنقلها، يعني يقول أخونا، أنت عارفين يا أولاد، بيخاطب الناس بقى، بيخاطبنا احنا في المسجد، وقدر الله أن أكون ولدا من هؤلاء الأولاد في هذه اللحظة، يعني أنت عارفين يا أولاد، لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، انتوا عارفين يا أولاد لما عثمان اتقتل معاوية بعت لنيلة، ايه ده، يقصد ان معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه ارسل لنائلة زوج عثمان رضي الله عنها